بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إن شاء الله تعالى ولا ليال ما أنت وحين شيخ أكد الأخري دون سؤاله موضوع كليكو سابسان وجنائسك إيه وحوين أحكام تيذكو سابسان سائل كان الشيخ وحوليه قفكو مركو حالده وقدن بيسا نفتو كسي بحيسا وكجره أن محاكة ردتك قاركو دينا السميان أما بددكو إنا إلى هذان جهده هلو تشيديو أما بل إلى هذا ويارا الشيخ قنانا دا أرنتاس دينتو موقشاي أفيدونا بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحلق قدبون وفك استوى بني آدم إنه وقادين كحكمية هاي قيري إلهي سبحانه وتعالى يري كل نفس ذائقة الموت نف ولبا قيري دوي ددمين دونتا روح دي دوي كبح دونتا تركيد مرها دي أرنتا سيايتها يقينا إن وقنهاي وإلهي سبحانه وتعالى نوشا يقاي إن ده إننا إن فربضنا إن قوارق نوح وحاكلو إن لقود بون حسوسنا أنت قيري دا إن فربضنا دي قفكو فربضي حسوسنا أنت قيري دا قلبي سايات تلعيا آخر حسوسنا يا خلد يدن بي وحسمين لها بودينية كو سمين ين إلهي بوقتو بدكينية صحينا إنو إلهي سبحانه وتعالى الله ارتقو أيو كد داليا. ولهذا أبا رسولك عليه الصلاة والسلام ونودر دارمين إنو فربضينو حسوسنا أنت قيريدا قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي أكثروا من ذكر هذه من اللذات فربضي حصوصنا أنت كمع معانك ترى أي قاطع اللذات والموت والقيردة. وحان رسولك عليه الصلاة والسلام شيقي ذاتك بني آدم كا إن يوم اسكح بدنيهين ونا إن دير قرد سنيهين كوا قيردة وحصوصنا بدن وقونا ديار قرد بدن آخرة يا حواش السويس. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه في سننه لما قيل له مناك يا سناس دتك يا أفريد سن أو إن دار قرد سن فقال عليه الصلاة والسلام أكي يا سناس أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له دتك وحا أفريد سن أو إن دار قرد سن كودا قيرد وحصوصنا بضر وغندي يا رجرو أوك وغندي يا رجروبي أوك أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة كواصاين دير قرد كي بني آدم كا وحيداتك كلا وقد ريين وقه ريين شرفت يا الدنيا شرف الدنيا وقف كين إلهي سبحانه وتعالى ضيع وامر كي سوقاتون ولادو سيد إلهي سبحانه وتعالى رالي وكنا قنايا أو تعليا يا ماموس كي آخرة وأين يتشنق قلان إسلامركا أي كوين دا دوك سدان الله الرحمن كا وچيكي سيني أركان أرنتين بدن وكد عيسان كيري نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ورن كيري أسألك لذة النظر إلى وجهك رواه الإمام أحمد في مسنده. قيري دا مركا وحيابين حسوسين كراوة بدين وحاكم إذا زيارة المقابر وفكو حبالها إنو باغضه قيريدا وكسر حصوصته. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم من حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وأن إذن كان لهيي مركي ولا حبالا إن أدبوغتان إن أدادوا كفت نوبان وشركة أولا إحلام بالغة إلى لنا يلوغ بقي هذا لغة بلابو أن إذن فالصحايا حبالا بوغلا حكمة كتير تبو قشادة حبالا يقف كي بوغدي وحو كفايدة يبو الشاي فإنها تذكر الآخرة وحا يقف كحصوصين الساخرة
في رواية من هذا الحديث خارج الصحيح فإنها ترق القلب وتدمع العين قلبك يا بوغشد حبالو أي تلعيسا عندها نوي كيل ميسيسا وعد قريدة كحسو سنكرتا باتباع الجنائز إن الجنائز ذا الراعدو وهذا مركا غافل أو موغن حالة دانيا حواشا كدن بيساها اسكدن بس عليه قفك سيارين كي حالك أو قلي يوحكوها بسدي حسوسه إن هذا أخرى ساسوا كلا آيات القرآن كا يا حديث رسولك عليه الصلاة والسلام يكو الرماية الموت وأحكامه لمشدة يا أحكامتا فراها بدن على الله قفك مركا يقيريدو كسو حادرتو حالة سكرات الموت وكتشيرو وحالة قدبون إنو حوغي جانب كالرجدة إلهي سبحانه وتعالى وناقو كالرجيه وحالة قدبون دادك الدول تشوغا أن يلقنوه بكلمة التوحيد إنا يفكا وقول ردان ويراهدان وليبارده كلمة التوحيد لا إله إلا الله الرسول كان يلقنوا موتاكم لا إله إلا رواه مسلم دادك إنا يقاردو كسو حادرته في سياق الموت كتيرا وحادو لقين تاناد وطراهدان سايدين كدبا يراهدان لا إله إلا الله ويقفك هذا الكيسة الدنيا وقدم بيسو إنه جندا قليب الشيخ رسول قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في سننه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وفك هذا الكيسة قدم بي أو نقضه لا إله إلا الله جندا أيو دبهان قليب قفلنا وقفل بنو فضان ميسو إنه لا إله إلا الله حال الدائر هذا وفك إلهي خاتمة هو راتيي أيوم باكو دواغي كرا قف كنا حالة دواتاك دريهي شيدان كنا حادر بوكو يحي وينو كركار كوي داريو أيو كود داليا مركا قف كوحي قلبي جيس كوينا أيوم با حالة دا عرب كيسو كو دواغي دي الدوية كويني الدوية دو كو دواغي سيبن القيم كشي كتاب كيسا الجواب الكافي قار نفطو أي كقر ميسو أي وحي لهايين والله هذا نعم شراء جيد وإيب ونأكسن ولا جمع عاشيا قارب سيدا سوكلا خمرجة كوه ذاق يي حال داس خمرجة عبيين يردن كي كوه يين كشيكيني قارب دمر حمان كدم عين أو سورة جل ويدي أرن كود كشيكيني يا رب قائلة يوما وقدش يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جاري قبل إسلام وصعتها يا منك صومرتي مركا صباحا يكتري حمام من جاب ماشي لراح قال الله مره مركا صوت المامي الباب كي دكان كيس ولو كان الباب كا كقل الباب كي مركي أي قشي أيو كدب قالوا هوستو كصحيح قبل عقل بضم بياهيد إلهي بانا وافتيي خطط إيا قرشا إيكا قبت بادي وعي كنت لديار بانكوا هاي لكن راشين بين وباهن هاي وردو راشين نوضور انتو إس إلا بي بلايا مضح مرتاي إيو البابك كبودي إنو دوشا كاسي حرانو إلا بي دو إسكا بحدو إسكا تكت محا حاسل وغن نغضي وكم عاشارن كا مركي نفتو كبحيسي إنو هذا الكاي يرادو ويرادو يعني بدنا متري يدو ادى شيء وضدي لو مري حمام من جاب واهل كي الكل لا اله الا كور الله يقول لك كعيل عليني وعين بدن كدعى دختر كين انا لاي شاغي دد لو لا اله الا الله دي ودين تعايا و خي سمين جيرين و خي نلا غدبون ان انو ان بدن الله ويديسنو حسن الخاتمه انو الله سبحانه وتعالى خاتمه دا انو وناجيو فإنما الأعمال بالخواتيم سور الرسول كان عليه الصلاة والسلام عمل خاتمة يجب الجبدة أيال جيجية وحلق قدبون دتك قفك نفتك قرميسو دول شوقة إلى حق قبلة وشيدية فر الله ما هارين تاسي وأنا كسونات رسولك عليه الصلاة والسلام هي الصحابة ضبع سقم قبلة وشيدين هديو دين تنا ك
كوي دول جوغينا ما يدنبابين إساقانا ما معنى هذا إنو أهل النار يحي محال السعودة كالسو عاش تبا لو تشيدين تبحال السعودة قنانتك قنانت قنانت معنى سوحة وهي إن سورة ياسين لغو آخر يوم سيد صومالي دو هاي وتقالنا سورة ياسين إن لغو آخر يوم حديث باك صاروري لكن حديث كاسي هو ضعيف اقرأوا على موتاكم ياسين الحديث ضعف في جزء شديد يصدح إلا لوي سنة كي سواء مضاربات بسوخ الخلاف سيئي لبنن ومجاهيلنا والله قرنا هاينا إن الوقاتين ينكلنا سنة كي سوي كتيران لك ياسين لغو آخر يا رسولك عليه الصلاة والسلام والصحابة كسو قناتي ما تيرتو انت عينو الشاقني أي الله سمعين يا الله أعلم بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخ سائل كان وحاو لي مركا لجناسة وحاو لسيدو qaabkee ugu haboon oo loo qaadaya sidee waxa weeyaan ugu haboon oo iilka loo dhigaya maxaanad kula talin lahayd dadka marka ay dul joogan qabuurta hadalada aan haboonayn ku hadlaaye ee laqwiga afiduna barakallahu fiikum janaasada waxa awalan muhiima dadkeena maanta aad uga maqan in la degdego oo diyaarinteedana la dadajiyo مرك السيدانا لا لدقدقوا رسولك عليه الصلاة والسلام يحيي أسرعوا بالجنازة جنازة لا لدقدقة هذه هناك سنتهاي خير بادو قدم إنسان هذه حنت عينا شر باد دقتي نكرق إنسان وأتكدت شيء إنسان المرك الله للوضع صح ما صحابة رسولك رضوان الله عليهم مرك سورين هي جنازة سولد دقدقة كيرين وحشجين كبها يسكتشري كيرين marka janaasada waxa weeyaan ay sidaan qaabka loo qaadayo waa inuu noqon qaab muzriya macna meedki inuu dhaco oo kale ama base in maradii ay ka qaadmato ama inuu kala laadsamo waa inuu sidaan noqon waayo qofka muslimka ah xurmu leey hayn oo meed haddu nool yahay iyo hadii uu dhintaba rasuulku kaleey salaatu wasalaam waa ka yiri فيما رواه أبو داود كسر عظم الميت ككسر حية ميت كإلا الشبيه لفتيسة وحيلمتها يسقى أرنول ولفتيسة الشبيه جناسة مركا أساسا لولد دقدقية إسلام مركا رحر مديدنا لا إلى علينا وحانا لقو قاضي يدكت فشر تضعونه عن رقابكم ونحش كيوين دكتا لصاره رق قاضي أنا رق درهان سلاق وين النقدان سأني جناسدو وديلين أما قاب كه قاضي وين النقدو قاب نحش كي وحوين وصين مكره سأني ميت كوان ودعين ونحش كوان وديلين أنت اللي سيسيدو والله مصي يا سينو إن فربنا نشغله صحابة رضوان الله عليهم يسمين كيرين سبيهاق سننتي سو كوري أنا أمسي كيرين أو حدا لا لقى مقل كيرين ay kana fikiri jireen geerida qofkan ku habsatay ya xawaasha ka dambaysa wa qabrigi ya xaaladihiisa su'aashi ya xisaabti ya fitnatu alqabr sida saaray tilmaameen culamaa ulislaam sa imaam an-nawawi rahimahullahu ta'ala kitabkiisa rawdatu talibin fiqiga ya kitabkiisa labaad ee la yiraahdo al-adkarba quraan al-akhri maayo qasaidna al-qadi maayo ذكر كلاه هو يرى تل آخرين أنا ما جرتوا يسكت الناس تماما دم يسترن يا الله مصيا أن ميت ك مرك قبر قال لجلينا أيوه وين لجسوا قال يا حق اللقاها قبر قال كوا كورا دعنا يا أنا وحي أرانا يا وكوا صو كورا دت كميشة شو كورا ما بسم الله وعلى ملة رسول الله في رواية على سنة رسول الله وأنا إسلام عن لبده كلمة دوت بس إن كانوا كبد دقينا ويان معنا وحانا نؤاس كقصة لينا إنا دين تيني محمد عليه الصلاة والسلام هي سنية لقصه قاري بس إنه مهم وما آس كانوا إنه نقضوا عادات يدقموا إنه أبراني إن مركا لقوة دو لقو معمولو وفك مسلم كان دين تأيا معموش دور دين طيها دونه ليهيب قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت مركض نوش إلهي بحق له
إنه نرش هذا معمله أو كم معمله قدر كيسة هي شرعي كيسة مركز جيري وتنا إلى إبا سبحانه وتعالى حق له جيري ده إنه لقوا معمله شرعي كيسة قبل يقف كون لوا سعيون لقوا عيرين رسولك عليه الصلاة والسلام مروي من قل قبل قد يسوي حكوي لأعمي قوة وسعه خاص ودري بلارينا halka la balaarinayo loo jeedana waa halka qofka la dhigaayo wi in lagu ciliriyo maaha waxaan yiraahdaan fuqaha shaafiiciya iyagoo xukunka fiqiga ka dheegtay hadalka Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya Abdul Razzaq musannaf kiisa uu ku wariyay qabriga waxa la qodaya nin joogi iyo labadiis qaamo oo basta yiraahdaan qaamadu waa jooga ninka بسطنا ولا بدي سجعمود ساوك البحي شو جيسا يلا ولا جعمود ساوك البحي قبل أنت على جارسيا ما أنت وعم فيلا يودن كين كمتشرو كوقف في عم بانين شو جية لكن أنت سواتي ماها واسيدا في عن واتي بوقف كين لقوا عصاف في حفرة تكتم الريح وتمنعه من السباع قد أرتي قرناي أرتي أنا كصوب حاي فضيحات بيميت كي كنا قانسا تاس داد كي ادوية دا جوغينا ويبايسا سلامر كان الدقاق وان وقودان كريم وسي سهلا وفكي ميت كي لعاسي آن ولاسو بيحي كريم انقف كمر كايل كالردقو داد كي نوحي سميان كفانتا ايه كفران وحي ندبان كردول كهالو بني قف كو ادو ياهي قف يساقو محرم وحج إحراما اما عمر إحراما دنتي مركز أيوم مال قرينا هين مدحيس ولبنين وياي واحد على سيد ابن عباس ورسول كوري والحديث في البخاري ومسلم أن محرما سقط من راحلته وقصته راحلته فمات للمحرم هشيس كدعا قرطا يا وكتشبي ده تنود انت حديث كاسوا الليا دواقف مسلم وجيري وذيل حضنا أنت أحكام هي شرائع إسلام كتير تحديث كا تتعجب هذا في رسالات بدو الأيام رسولك عليه الصلاة والسلام وحيره اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين بيا يغسلكم أيضا غسلكم نظيفين يا شرك نوات كيني اسبدل كونو كسو دق دقايق علني لبدي سيم مرانا كفن وقديم الله بدي وكوي حرامنا ومحرم ولي حساب سيئي سقوردين تي ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه حنوط كجيت كاليرا يؤدو قلي ميتك لغو ما يرو همارينينا أما الله مريبا وحبتقونا لو دوين مايو هذا محرم وها ركا ميت كي كلي سقوال لغوينيني ولي بأودو قوحا لغو بدينا يا كالقوي سيادة يا مواضع السجود يا ميلو كسجود الكري كالقوي سيادو وميرا وسخيا كوروري كرتو اسبدل كنا وكسوه الرئي هذي يتير عليه تلك بني هذا كبرك لقوه الرمي مواضع السجود نوا مشرفة إلهي بشرفي ولهذا لا تأكلها النار سبخاري مسلم باي وريين نار تعوني ماي سوقف كي سجود الكري هذي وحويا نار وقلو الدنبية وسمية وكقلو إلهي سبحانه وتعالى كي لالين آيه مركا حديث كاس وفير صدا رسولك وحري مدحيس هدبولنا كقفك محرم كها مدحيس لما الدبولي ينك أها سقى مدح بنان يا العاصية تاوح لقى قادنا يا قفك عن محرم كهاي إن يا هاي مدى السحابة ويا قانين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يلا كفنتم مع مدحيس كدو بنتهاي إلى عاصو فوق هذا يرى دبا كالله بنانين يا نلك وعارنت هذا ترى له عسكدان الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أثر كلا جسوا وري عمر بن الخطاب أو كدر دار مي مركز إيل كيديك إديكتان دوان كي قدول كوب بناي لكن أرنتا عمر كما ديجين سنة جود ومسلمين تودن أيتهاي إن يكون أغمان رسول كنا عليه الصلاة والسلام الشيخين وإنما فعل ذلك عمر تواضعا وعمر سيدا وسمية تواضع مركز قف كي إسقو كدر دار ما التواضع يعني إسقو هوس سنة جاية يراها ده طبعاً كي يقولوا كهلا بنا يسدا عمره كروه هالكيد
لكن لقد نجي ما يسون عامة سنة جود ومسلمين تودن لقود دبقال هذا ميت كسته ده وان كيسا دول كهلاب بناي ده كأنه دوبين كوسكوسانيو أيه دين عيد وحوي أنا يكدك دكان دوبين كاسماها كوا سنة رسولك عليه الصلاة والسلام كوسو عروري وحيوره مركي أنا ويديا دم حد وبدن يترى سواح يرادين ويسرقيا ده هدو يسرق هذا كيا كود دري مرة ده لاستو يسرقيس ده هو صفر يسرع يلا الله صفر يسرع يلا وكما لايك توي مادان يجلساني صفر يسرع يلا كذا يسؤال كوب بلاويا مرك عروهم ماشاء الله دقيا وين الله صلحه وملقف وسيحن كراون كلا دارينه وسمن وين لقديك مل طورة طورة له ميت كين لقديك ما واحد كلا يسميان دتكو وكما ميت كيل كلو لغو ريدا يا عمل الجلين أيوه مرة على دول قبطال لغو أسطورة مرة ده عسى كلي ميت كيل أسطورة يوم بالغة كيدا واحد دليله كسر عرارة يا سلني ما ده الشيء يا متشرا هدي لقى تجوايو صحابة ده كسرناتي إن ميت كهدو يا روح دمارة مرة ده على دول قبطو روح دمار كاي أسطورنان تواوجا باهي بدن تهاي نينك ولهذا بقى كفنت هذا السنة ها لقد دقي ميت كبدان كفنت النينكا والنينكا السنة هاي إن لقو كفنا صدح مرة سير رسولك عليه الصلاة والسلام صدح مرة لقو كفنا وحتر عائشة رضي الله عنها سير بخاري صحيح سكوري كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ورسولك كفن لقد دقي صدح مرة صدح لها مرة عدعد صدح لها مرة لها كيني ماشى لها سحول وقرية في ساحل اليمن وتولك تالا أما كتالي وحويا حيلقا بدا أكتيدا يمن ودنك يمن قميص إيه عمامة ديتونا كميتشري يعني صدح لها مرة ناقاب كلاو كفر يعني قرصة إن صدح لها والله يسطول ديقوه ودباتنا ميت كيلو قرقوه ولو حرة إما هاي من الجنت لقى دقيه مدنا شعره كلا لقى دقيه من الدش لقى هو ينير معه صدق حروي صار يا ميت كي وحويا الجرقية دمر كرشنا يا كفن توضعته أركان مرض عصي لا دول قبنا إياه دي ميت كروح دمر وياهاي إلا أسطورة ينبلوج شيء ده والله أعلم بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخ سائل كان وحولي ياي sidee ugu haboon ee loogu tacsiyadeenaya ehelkii qofku ka dhintay sidee ugu haboon ee loogu waxa weeyaan maamusi kara qofkii dhintay diintana ma kamid tahay in la yiraahdo qofku marka la soo xuso qofkii meedka ay dhintay faatixada loo maro ama aamusitaan oo kale ha lagu xasuusto iyo in idaacadaha iyo tv-yada oo kale la yiraahdo muddo gooni ah quraan ha looga waxa weeyaan ha loo shido arinta diintu maxay ka qabtaa fiiduna barakallahu fiikum tacziyadu waxay ka mid tahay xuquuqda isku leeyihiin dadka muslimiinta ah qofka walaalkii tacziyadeeyay musibo ku dhacday ka tacziyadeen ajir weyn buu rasuulku u sheegay qaal calayhi salaatu wasalaam in azza akhaahu fi musiba albasahu allahu hullatan khadra yukhbar qofka walaalkii musiibo ku dhacday geerida ayaa musiibada ugu daran ama mid kalaaba ka tacsiyadeeya maalinta qiyaamada ilaahay wuxuu xiraa badlad midabkeedu cagaar yahay rasuulku wuxuu raaciyay yukhbar saxaabadu waxa ay maa yukhbar yukhbar macnaheedu waa maxay qaala yukhbat wala jamanaya wala ugu kamanaya wax la oranaya ma sha Allah bal isku jooga ninkaasi uu xiray quruxdiisa baleega tacsiyada ayuu ku helaa qaabka loo tacsiyadeeyana way loo tago shardi ma sunnana maaha in meel gooni ay fariistaan dadka geeridu ku dhacday oo yiraahdaan nastaqbilu al-azaa fi hada al-makan halkanaanu ku sugeyna dadkana tacsiyadeenaya waa sidoodii mu'taadka ahayd kii shaqo lahaa kii masaajid tagayay kii wax dhiganayay kii dhulkooda waynu kala foofaan marka qofka tacsiyadeenayaana meesha ay joogan ayuun buu ugu tagayaa shardi maaha in guriga wax weeyaan ugu tago tacsiyaduna waxay noqonaysaa inuu kula hadlo hadal sabirsiina isla markaa qalbi qaboojin xambaarsan meydkiina
هدو مسلمها إلهي سبحانه وتعالى الرحمة يد مداف لوغو يديني هذا الكاستو معناها كوبسنة يا تعزين وقناية هذا الكوفي عن نواكي نبي عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل إلهي سبحانه وتعالى وحقاته السقاياله وحبحيانه السقاياله لما أنت ينبى ملكك إلهي بأنك منه قل اللهم مالك الملك وحال الله وحده يستطى إلهي بأسكاله أما أنا هم بضوها السادق أرغوا لبنا إلهي أكتي سويحوا لي مدقوا عن ونقار رينا عين كانت بلعاهي مركا أقفك ووحوا نفتي سويحوا لبنا متشيران مردوا حالكو سداسي وياه تعزيدوا ما الله هاسي ذا صح ذا معلومة قوان صدق معلومة اللي واحد ذا صح ما مدد التعزيد واحد سعوني صا مدد الدتك واي ولي حسوسيين جريدي مرجدة يدينا ولي عيسي تاجن تحت وأنا ديران كرت وارق جابن كرت الدتك نوع ميدا كوكل الدوانان كران هدي إلا بان لما تعزيدينيو قفت صالحان سفر كم أغناه كلايو أي فوق هذا أي كسور ريبان قد يد مركا كصابسان قف كي مركا ودنتو إن لعامس لعامس بالغ حصية هذا ليس من أمر الإسلام تاسمها متكم إذا أحكام إسلامك يشرعي عيسى أو حلقوية قانو الكفار عدة سميسان وعد قال هذا إسوية كيسيس رسولكم عليه الصلاة والسلام حوري فيما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمر من تشبه بقوم فهو منهم وكما بنا أنا مسلمين تو إن السيدة يالان قرين ورشاقني قيري دو دا شريعي ودين حكمتو أرن كاسين الشريعة دو دا كمد ماه إن عالا لدتشيو لفوريريو قف مركو قيريو دا إن فصح لقالو لنا برور ديق بالو سمين ايا وقيري دي ساوغي لو فصحو شقاليه ودنكا وحاسو دمي وحصح ماه إن ليرادو إذا عدوا قرآن كسعون يا أنت أصوم مع الموت هذا أيضا من البدع وهاي كم تهاي بدعوينك قرآن كا إذا عد كسعدان وحلا لو حوت ترى يا مترتو غفكي دنتي وما هدي حتى كي علماء دوسكو خلافين أشر كيس مجارية وهذا يقف أنتوا إلى الدرادي وأخريه إنه أشر كا أن يودو إنه إلى هاي سيجارسية إن غفكي دنتي لا فات هذا الله أخريه أما قل والله الله أخريه قرآن حبالها مركة لبوغضو يدون الصح ماها وإن الله أخريه حبالها مركة لبوغضو دعادي رسولك عليه الصلاة والسلام مسلمين توبرين دعادي أسوقف كان أخرين وانوء ميت كينا إلهي هدو أقبلو واحتروا لكن هذا فاتح هذا أخريه أما هذا أخريه قل والله واحد كوبية طبانشير هذا قرآن اسكا أخريستي ميت كينا ماتوا هذا القادم ومن الدعين والله أعلم بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخ سائل كان وحاولي يا هدي قف كاردنتي دين لقولي يا هاي ما لا عاصي كرا يدو دين تاعان لبحين حتى هدي أنا يددك أودين سهدي لا عاصي يدو دين تاعان لقولي يا هاي شرعي ومحوك قبا أفيدونا بارك الله فيكم قفكم مر هدي ودين تو وحق ويا لنا يا وددك أنه الحق ويا لنا يا فرار موت إلا ما يرى ولقو تكدو ولا كفما ولا عاصو هذه الدين لقول لي هي حقوق كلا يهدي كلبا ولا عاصية حق الميت أن يدفع ميت كحقي سواء لا عاصو هذه مركا حولو كتغي مركا لقي ما دا تجهيز كيسي آسيتان كيس وحي كوبا حي وحق لباد مال كيس كوا تبيا إن دين تي لقا بحيو هذه دتك هيلدي سوو تبرعانا وكا غوديس قفكي كولا هادو كعفيو كسامحنا وحق اسغو لها او كدافي وحال رده عافس كنو ما باهنا قبول وما عقد يهشيس او باهن ايجابي قبول وان كان سامحي ان ديغا سامحدي وانا اقبلت هو ابراء هي اسقاط حق صار راي بقفكني كريديا مركا قف دنتي قفنا لبدبا قفك حقي وكلها وكسامحي كرا وكعافين كرا هدي قفك مركا ميت كا دنتي حولان وكتقين عيدنا مركا انا اوو تبرعين ان اهلدي سي كميده حاكم كمسلم كاي وانو كبخيو
رسولك عليه الصلاة والسلام يحول قفك مال كتجي ورثدي سباله تذكر حالك سله قفك كتجي الدين يعني لا وفاء لها وحوش هذا الدين حول الوجودان وقتين هي ضياع محس هي ضد ضياعا فإلي وعلي بالرسولك عليه الصلاة والسلام الرنكود أنا جايوي لا أنا رويساري طالع علماء كقاتل حاكم كمسلم كائن واجب كنت هاي قف كمسلم كائن انت الدين تلقوا لها واحد دين تلقى قب حيوا عن كلمة إنه دين تي وقب حيوا هدي دت كي لها أنا كعفين ولا وش هيك أنا يعني سلام عليك دت كي وكت جاي أقومه والد كي صالحان وشيل عسان ويسقوا نفقين شري ما شاء وقب حي عدة واجب كتائن بوحيان والدولة ده يا دت كومضة وحويان وطلني المسلمين تاه قفكو دينتي لقول لها وقول وقولي رسولك عليه الصلاة والسلام وحشاقي قفك الشهيد كا السقوط دقال ما يلي علاي كلمة الله ودقال ما يلي الدلو أما قوبتا دقال كل انتا يغفر للشهيد كل شيء شهيد كشيء والبوا الله رافيا أنا أكمل ذا حقوق دي إلهي سبحانه وتعالى إلا الدين لكن دينتي لو رافي معي نفس المؤمن ومعلقة لأجل الدين الذي عليها وحيقول أنت أحر أنت هاي دين تلقى الله مركوين لو ددتشيو دين تقفك إن لقى بحيو قفك ووحب بسي هاي دين تلقى الله ومركو قفك إلا آسو وحك لا إنتان لقابا وإن دين تلقى بحيو داد كينونا قفك يو دين تلقى الله دين تأحر أيا ما المهرتا حول الوقعنا يا مشا مربى مقع لو بحيبا هلا لو قفكي لو تري ما جيرتو بل انت يريد وكتقو لا غبايا بين اغوني لهيد ايون با لو سو دغانيا marka deynta bixinteeda waa in la dadajiyo rasuul kunaad bu arinkeeda waad kayo marka janaasa lo keeno wax oran jiraal calay deyn wax deyn miya lagu leeyahay hadii la yiraahdo deyn lagu ma la wa ku tukan jir hadii kale rasuul ku xoran jiray sallu ala sahibikum sallu alayhi ku tukan هدي وقف ورادو صلي عليها يا رسول الله صلي عليه وعلى الدين وسبب قتادة مرويلي رسول كلاه كنت كدين تيدي أنا ضمار القاضى بحنية مركز كنت كنت لي رسولك تد كدين تينا أنا لقيما والدين تأدى السجى إلى عليان سودت كوجبر أرتشي رسولك عليه الصلاة والسلام سيدا ويا لتشي والله أعلم بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخ سائل كان وحولي هاي waxaad ka warantaa sheekhin qofkii dhintay lagu yiraahdo marxuun arinta noocaas ee diintu maxay ka qabtaa afiiduna barakallahu fiikum hadii loo jeedo marxuun marka la leeyahay raxmadi ilaahay buu helay taas waa war laga waramayo waxaan ogeyn annagu qofna marxaatu uga ma noqon karno inuu janno galay ama uu naar galay qof muslimiinta kamida illa qof rasuulku kaleey salaatu salaam inoo sheegay muyaarisa ku jannada loogu bishaaray يكو رسول كو شيغي ان اهل النار يهين قفكه مسلم كان محسن كان وناك فلها جنن انو رجينينا لكن انغو وما بلن قادي كرنا كحمانت سمينا واو بقينا لكن رحمه الهي كما قوس غلين كرنا رسول كنا عليه الصلاه والسلام اسك داف قف وينه الميار وصغيره وغيريودي عائشه رضي الله عنها مركي اي تري ان مركي عائشه تيري وعصفور من عصافير الجنه وشمبر كميدا شمبرها جنده يدو ارنتاسي كو كمانيسا رسولك عليه الصلاه والسلام وحيري عائشه ام حكوغيسي انا رسولك الى هي ايان اوغين ميشان تغي دونا وانت يا رسولك عليه الصلاه والسلام لو شيغين انه في الجنه يعني الجنه قال دونا يو هذا الكاير عرورته المسلمين تو واهل الجنه لكن كعرورته مسلمين تكم إذا دنتا ما أورن كرنو جنو جليا واي أرنت أسواح كحرمت هاي إيمانك والدك والدكينا إيمان إنكم مرخاتو كما نغن كرنا ودي قلب جيسا مينان لابتي سمينان شيحين قلب جيسا وحا كتشرنا ورمها إنه ولهذا حتى علمها يرى صغير كا المسلمين تو دلارة دنتا يان لا أورن كرين وأهل الجنة يا رحمة إلهي أيو قلي قف كلانا وين ومكلف أها وإحنا قرينا هذا الكيس بده
لكن كلمة دا مرحوم أنت بدن دت كأنه واحد واستعمالان استلاحان ما يربي حين عن قف كدين طيب قف كدين طيب مركي مرحوم لين عن قف كدين طيب وقد شيدا يقفنا حريستي إلى هلاي وقمت شيدا مركي ما دام كلمة دو أي تاي كلمة لوا معنى أقبل كرتا ومدو خلد يهاي استعمال كذا اللي يسكت دايو يا في عن والله أعلم بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخ سائل كان وحى ولي هاي aan waxa aad sheekno sheegtaa habka ugu fiican ee haasku ninkeeda ka dhintay ay asayda u qaadi karto haaski ninkeedu ka dhinto ay asayda u qaadi karto iyo waxyaabaha ay isticmaali karto iyo waxyaabaha iska ilaalinayso afiduna barakallahu fiikum ihdaad koo waxa asayda inuu naqaano waa xaq ilaahay subhanahu wa ta'ala dumar kale laga geeriyooday uu ku waajibiyay mudafar bilood iyo 10 habeen بلاها لطيرين يانا ماها أغسطس يا سبتمبر يا يونيو يا جولاي ونشر القمرية وبلاها ضيح اللو إيجاي كوا صالة تيرين يا فرق بين أود حياة لبعض السنوات ثمان معلومات بيس ديري والسنة كقمر جاي كان شمس جا ثمان معلومات بوديري أو كبدي كادي سنة كان ميلادي قلقت المامو لا تريه وحي نقر إنسان وماشى خلاص وقله بلاها لا ترين أيها وبلاها قمرجة وحق رأيك وتبيه وحكلك ترى ماشى حق الزوج وجواري إن نك يدي ودين تي مركبة إسقر حسوا جورا ودق عقدا وحي ملك دعك تهاي نك يدي إن أنا وحر معه يقدرين وهينا وموتينسا إحداثكم حوكة كوبية هاي حوكة كوبية هاي إنه يقبضوا يسكت ديسو وحي قروح حساب صنوداً ميلا إسماريو يميلا قشادو عند كوشي حنيه داركي بلعد الله عندها سوى تشيدان آيي دهبكي حيواك لدومر كواي حردان اسكو قرحيان ولو دهب بياني نقنين انهدو قيلة استعمال رسيدة عذركي يأونسيقي وحاسو دان آيي كفوغانيس إنه يتير كيده وداشيدو اما اي ام اي دل زينه قروح اوجد لكن وا ام اي دن كرتا اس نظيفين اي اس قبوجي ولو مالنتي 10 جرا ميدته وخلد لدا اسبوعي مر ميدانس وشريعه واجب سينا ما دار كن وا اسك بدلي كرتا دار غوني ان الهي كما واجبين دار قروح ده اي بلع دله ايون با اسك الهالينسا بري ان دم وها سو كردي ان لدا هبلايا سيدي لصاريا حولا لقليا dad hun guri ka shaqeystay noqdeen muslimiintu haddana la yiraado asaydi baa laga dhigayaayo en xoola haddana la qalaya oo dadkii oo geeri ku dhacday oo laga yaa waxbana inaanay haysan in iyagii wax weeyaan wax laga cuno oo asuumada laga sameysto marba magac loo bixiyo arintaasina say cadeeyeen culimada islaam fatawa ladina daayim oo kala ku qoran ومن البدع إن الصيد الشرعي هاي للراعيه وحياه الشريعة الراعية أنا أورد ولقوا عباديست وأنا عمل أنا إلى هاي كعبلاه كخرج نوع جلندات كوي بربرين وحياه السميينا ما هاي عبادة مقبولة ولقى عقبلاه نبى وحياه شكيه وقت قال كان لقى حيبة أبيه وجريه دول الدليل annaga waxbaan sidana oo qaxoontiya ayaa laba neef dulcadana oo ku sii socona dhexdana laga sii siiyay wuri dulcad markaan tagnay guri ma haysano google ma haysano oo hu ma haysano waxaan cunno ma haysano laba neef baan wadanay nin wadaadaba nooyi wiiro wuxuu yiri asaydi baa laga dhigaya heblaaye waqtigii bay gaadheen xoolo la qala loo baahan yahay labada neef ha la qal labada neef walki naga cunay wuri الله لو حنا ما هين واغون بانو نهي وحانو هي سنان ما جيرتو marka waxa soo kala waa arxan darro wi waxan sharci ahayn arxan darrana tusin hay iyo damir xumo marka way laga fogaado marka asaydu inahaas ay ku soo ururaysa een dar kamidabka dar midab gooni ma jiro laba maro isoo gabadhan leedah xiro wax jira ma marada quruxdi bilicdale ayun bay iska ilaalis khalas guriga ninku markuu dhintay ay joogteen way joogaysaa
للحاجة الضاني إنا يسارتم ويانا بحميسو إلا مدة سيو دمانسو قور كنا دي حرام بكي إياها ساوي هذا يقول لها هاي قبرده أورو كغرد انتاي مالين تاي أمشو ولو مالين تود انتاي هنقطه أي السيدة دا يكون دمانس إحداد كيدو كون دماني ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن دار أور لهاينا أفرطاب بلودية تبنكها بين أيات ترسانيسا والله أعلم.